نظم بنك أودي حفل استقبال في مقره الرئيسي في 23 كانون الثاني الماضي للإعلان عن أسماء الرابحين في العرض الخاص على القرض السكني الذي أطلقه بالتزامن مع المعرض العقاري دريم 2012. وقد العرض بمنح جوائز لعشرة زبائن تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على قرض سكني من المصرف. هي منتجات من أحدث الأجهزة الإلكترونية العصرية من LG Electronics. وحصل الفائزون على قسائم شرائية مختلفة قيمتها بين 1500 دولار و 4000 دولار حسب قيمة القرض المطلوب. ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز التزام بنك أودي بالابتكار وتعهده بتقديم الحلول التي تتوافق مع نمط حياة زبائنه وتلبي حاجاتهم بهدف مساعدتهم على بلوغ أهدافهم وتخطي حدودهم، مجسدين بذلك شعار المصرف وقدرتك تكبر.